الناس في ضيق وفي حرج يشكون من كسر ومن عرج يا رب يا رحمن يا ذا العلا الغوث بالفتح وبالفرج يا رب يا منان يا ربنا ألطف بنا واهدي إلى النهج يا رب يا حنان يا ذخرنا عافي من الإقلال والعوج يا رب يا ديان يا كهفنا في ساعة الإرجاف والرهج يا رب يا ذا العرش والكبرياء والمجد احفظنا من الهرج ومن فريق لا خلاق لهم قد أمعنوا في الخلف والمرج وربما راموا بأفواههم أن يلبسوا الإصباح بالدلج ويتركونا كالبهائم والأنعام لا نصغي إلى الحجج كلا لعمر الله لن يقدروا ولن يطيقوا ذاك أو نعجي إنا بحبل الله معتصمون وسنة المستخلص البهج نسألك اللهم بالمصطفى وبالخليل الطيب الأرج فاغفر وسامح واعف عنا فقط تبنا من المذموم والسمج وأنزل الغيث وأنبت لنا ونجي من حرها ومن وهجي بسر ياسين شفيع الورى وأحمد الحامدين إذ يلجي نبيك الهادي الرسول إلى الخلق جميعا بأوضح الحجج عليه أزكى الصلاة دائمة تكر كر الشهور والحجج والآل والصحب ما هم ذنون وسارت الجاريات في الثبج والحمد لله رب العالمين صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك
عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا. ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، واخلنا اتقيا علما. واقر بالرضا منك العيون ثمنا. النفاق النفاق. وصلاة الله دوش المصطفى من إلى الحق دعنا والوفاء، وعلى الآل الكرام الشرفا، وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا وحسبنا الله نعم الوكيل. ولا صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله من فاتح رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم لأرواح أبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله يسمى خلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وأثمان وعلي، سيدنا فاطمة الزهراء خلف قريش رضي الله عنها، سيدنا الحسن الحسين وسيدنا حمزة العباس، ثم الى سيدنا عزيز سيدنا عزيز سيدنا زين العابدين سيدنا باقر سيدنا جعفر الصالح موسى الكاظم عليه الرضا سيدنا اسماعيل سيدنا عريدي محمد لقيب عيسى النقيب سيدنا جل الله احمد عيسى بن عبيد الله وعلي بن عبد العلي بن علي وخزيم سيدنا عظم ابي بكر مجيب سالاتنا لابي علي الغوي ولما اخواني وابن علي محمد مولد الدميله والمقدم الثاني الحمد لله الرحمن السقاف وسوف بن عبد الله الاستاذ اكبر وابن اخر وشوم وسالم علي بن سالم ومسلم افرما عبد الرحمن محمد بن عاشر يوسف بن عابد الحسن احمد محمد الحبشي صاحب شقيد البباني الشيخ عبد القادر الجيلاني بحسن شادي ابو بند الاموال بأئمة المسيدين وفسر المحدثين والفقهاء والاعلام العاملين واهل طاعته اجمعين، ثم الشيخ سعد عمري الشيخ سعد سويني الشيخ علي بن الشيخ عمر بن مخرمه ثم الوجود بن فاسح ابي عمر بن عبد الرحمن عطس الشيخ علي بن عبد الشيخ ابو حداد علي بن محمد ثم الحبيب علي بن محمد الحشيم الشيخ ابو بكر القادر بن احمد زيد كافه الاولى سلم لك الحالات الروح من مشاغلهم الغربيه خصوصا اولياء تسعه ثم الى ارواح اولياء وصلاح هذه البلده من صاحب الحضر المقام الحج جعفر مشرف الزقاف سيدي الوالد الزقاف وسلم ابراهيم ثم حجة الاسلام ابي حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد الغزالي ثم الى ارواح مشايخ البخل الكرام مشايخ القبونية مشايخ الناشر مدركة التوحيد والدينا والديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين اجمعين، الله تقشاهم بالرحمه وافرسهم الجنه، وان الله سبحانه وتعالى يصلحنا ويصلح امور المسلمين ويهدينا المسلمين ويكفيناهم شر مصائب الدنيا والدين، ويحفظ علينا وعليهم الاسلام والايمان، يحيينا على ما توفنا على ما بعد امور طويل في طاعته والعافيه، ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، فرج عنا قلوبنا ويصلح قلوبنا ويقضي حوائجنا، ويسر امورنا مع الراحه لقلوبنا ابداننا والسلام العافيه في ديننا ودنيانا، وان الله سبحانه وتعالى يكتبنا واياكم ظافرين بخير الدنيا والدين، ويرزقنا واياكم السلام والعافيه في الدارين يا رب العالمين، ويصلح ويصلح اولادنا ويجعلنا واياهم موفقين هادي المهتدين غير الضالين ولا مضلين، وفقنا واياهم للخير فعلنا وعنهم كل شر ونفوسهم وضير، وان الله سبحانه وتعالى رزقنا واياكم علوما نافعه وقلوب واعيه واذانا سامعه، واحفظنا واياكم جميع البيات والعاديات والفتن والمحال ما ظهر منهم وطن، والهدنيا كنا صالحة ومن السلف ومن الآباء ومن الصالحون ومن صاحب الوقت وإمام الزمان في مثل هذه المسبة والساعة نويناها وقصد قصدنا ما طلب وطلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، نسأل الله الذين مغضوب على الضالين آمين، ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك تواب رحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين. صلى الله على سيدنا محمد.